الموسم ال 12 المنافسه فيه كانت قويه. حلقه النهارده والحلقه النهائيه هم دايما اجمل ختام. على مدار المواسم اللي فاتت كسرنا حاجز ال 23 ألف سؤال. موسوعه العباقره في كل المجالات. مجهود كبير من فريق الاعداد. نحيي كلنا فريق الاعداد بقياده الدكتور ياسر ثابت. الحقيقه انا مش عايز بس احيي فريق الاعداد، انا عايز احيي فريق العباقره بالكامل. مجهود غير عادي من كميه ناس في الاضاءه وفي التصوير وفي المونتاج وفي الصوت وفي البلاتو نفسه وفي الكنترول روم. الحقيقه ناس كتير بتتعب عشان البرنامج ده يتقدم بصورته الجميله، وطبعا ده كله بقياده واشراف المخرج العبقري ميلاد بيراد. نحيي كلنا المخرج العبقري ميلاد بيراد وكل فريق عمل برنامج العباقرة. الموسم ال 12 رحلة جميلة عشناها مع طلبة مصر، 256 طالب وطالبة من 32 مدرسة، 24 مدرسة حكومية و8 مدارس خاصة ودولية من 19 محافظة مصرية. لازم نحيي كل الطلبة اللي شرفونا في الموسم ال 12 وكمان الأساتذة الأفاضل اللي تعبوا معانا ومع الطلاب في الاستعداد والتنسيق خلال الموسم بالكامل. نحييهم كلنا. اللي هيكسب في ماتش النهارده هيحصل على كاس أفضل لاعب في الموسم ال 12، وزي كل موسم عندنا كمان جايزة مهمة جدا، كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي. نبتدي حلقة النهاردة وأفضل 8 طلاب من الموسم ال 12. أول واحد فيهم من مدرسة الرفع الرسمية للغات محافظة الغربية، نرحب كلنا بكرولوس فيكتور. طبعا المنافسة هتبقى صعبة جدا لأن أنا بلعب مع أحلى 7 في الموسم، ولكن إن شاء الله أنا واثق من نفسي إن أنا أقدر أعمل حاجة كويسة. من مدرسة ستيم محافظة بني سويف محمد مصطفى. أكثر مجال خايف منه هو الأدب، عشان في الحلقات اللي فاتت كنا بنقسم المجالات على بعض، لكن في الفترة اللي فاتت فريقي ساعدني أحضر كويس في كل المجالات، وإن شاء الله النهاردة أقدر أشرف اسم مدرستي. من مدرسة ستيم محافظة أسيوط محمد حمادة. أول مرة أشارك في حلقة أفضل لاعب، مبسوط خالص إني من أفضل 8 طلاب في السيزون ده، وقلقان عشان كل المجالات هتكون عليا، وهيكون عليا مسؤولية أكتر إني أخطف البازر ونخطف الأسئلة كمان، بس إن شاء الله أثق في نفسي وإن شاء الله أقدر أنافس. من مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية الحوامدية محافظة الجيزة محمد ربيع. حاسس بثقة أكبر النهاردة لأن أنا اشتغلت على نفسي كتير وطورت مجالات كتير كانت عندي مش كويسة، وإن شاء الله النهاردة كل ثقة إن أنا أقدر واحد بلقب أفضل لاعب. من مدرسة رافع العسوية الثانوية المشتركة محافظة سوهاج ميرنا عدلي. النهاردة أنا مبسوطة جدا لأني هلعب على لقب البيست بلاير، في نفس الوقت متوترة لأن التيم بتاعي مش موجود معايا، لكن إن شاء الله هأدي أداء كويس وأقدر أشرف مدرستي وأهلي. من مدرسة بهتيم الثانوية بنات محافظة الأهلوبية سماع عواد. أول مرة أشارك في حلقة أفضل لاعب، فرحانة جدا بس متوترة شوية، في العادة أنا وفريقي بنقسم المجالات على بعض، بس المرة دي أنا لوحدي، هم ساعدوني كتير جدا في إن هم يجمعوا معايا معلومات، وإن شاء الله أحاول أشرفهم وأجيب الكأس. من مدرسة مدينة السادات للغات محافظة المنوفية عبد الرحمن خالد. توترت شوية إن أنا هلعب من غير فريق، كنت معتمد عليهم في مجالات كتير، لكن هم ساعدوني وجمعوا لي معلومات كتير في المجالات اللي هم كانوا واخدينها. من مدرسة أبشواية الثانوية المشتركة محافظة الفيوم يوسف أحمد. توترت شوية عشان دي أول مرة أشارك من غير فريقي، لكن استعديت كويس وإن شاء الله أقدر أشرف مدرستي وأرجع بالكأس. كرولوس فيكتور، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ايه رأيك في الموسم ال 12؟ لا الموسم ال 12 حاجة عظيمة الصراحة، يعني مستوى المدارس بيعلى ومستوى الأسئلة بيبقى عالي، فبصراحة ابتدينا نصعب الأسئلة. والناس تقول انتوا ليه مصعبين الأسئلة كده؟ عشان الطلبة بقوا أقوياء، هنعمل ايه؟ صح، هي تجربة ممتازة وحاجة جميلة الصراحة. يعني أنا فرحان جدا إن أنا خدت التجربة دي. بتمثل مش بس مدرستك، محافظة الغربية. احساسك ايه؟ طبعا فخور ان انا بمثل المحافظه بتاعتي، ده يعني فخر كبير في ماتش افضل لاعب، ويعني دي حاجه جميله. يعني انا يعني وانا كنت بتفرج
كنت بقول يا ريت ابقى في الحلقه دي والحلم اتحقق. حقق. اقول لكم على المفاجاه، النهارده ما عندناش حد من محافظه القاهره. عاده في كل المواسم اللي فاتت بلا استثناء ده اول موسم ما يبقاش فيه اي حد من محافظه القاهره، ولكن هي دي الحقيقه وارقامنا ما بتكذبش، صح ولا غلط؟ صح. فانتوا تستحقوا. الوحيد اللي من الجيزه محمد ربيع، صح؟ صح. انا عايز استغل الفرصه دي بس ان انا اشكر والدي ووالدتي. ما هم منورينا في الاستوديو. طب تعبهم معايا صراحه. هتقول لهم يعني ايه؟ يعني هم اغلى حاجه في حياتي، يعني بدون تعبهم ده ما كنتش هبقى حاجه، فهم فعلا السبب في اي حاجه وصلت لها ولسه اوصل لها. نحييهم. ونشكرهم احنا كمان. محمد حماده، الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا مستر. ابن ستيم اسيوط، معانا النهارده اتنين من ستيم، ستيم اسيوط وستيم بني سويف. محمد مصطفى من ستيم بني سويف. محمد حماده، قول لي احساسك ايه؟ لا فخور طبعا، يعني من زمان وانا نفسي اشارك في حلقه افضل لاعب، والحمد لله يعني قدرت احقق حلمي. محمد حماده تاني اعلى سكور في البطوله 265 نقطه، نحييه كلنا. جاهز ماتش النهارده؟ ان شاء الله خير. متوقع ايه؟ الحلقه تبقى قويه خالص يعني ان شاء الله. ده طبيعي، هي دايما افضل لعبه تبقى من الحلقات الصعبه جدا، كل الناس بتبقى متوتره مع ان احنا الحقيقه عايزين نستمتع بيها. محمد حماده اتمنى لك كل التوفيق. باذن الله. ميرنا عدلي، ازيك يا ميرنا؟ زي حضرتك يا مستر. رافع العسويه، احساسك ايه؟ طبعا مبسوطه ان انا قدرت اوصل للمستوى ده، فخوره بنفسي وفي نفس الوقت يعني في شويه توتر. طبيعي. اه. سوهاج كلها فخوره بيكي. الحمد لله. مش بس سوهاج، الحقيقه كلنا فخورين بيكي. الحمد لله. تاني اعلى سكور لبنت في البطوله 190 نقطه، الحقيقه كلنا. ميرنا عدلي بنت سوهاج، تقولي ايه المنطق؟ طبعا انا حابه اشكرها جدا لانها بجد تعبت معي جامد، دايما بتدعمني، وفرت لي كل الظروف اللي تساعدني ان انا اوصل هنا، يعني الفضل بجد يرجع لها هي بعد ربنا، فبجد شكرا خالص. كانت بتساعدك ازاي؟ اولا كانت موفره لي كل الظروف اللي تساعدني على التركيز والمذاكره، كانت لو في مثلا معلومات كده في مثلا مسلسل على التلفزيون مثلا تندهني وتقول لي مين الابطال اللي فيه، مين الممثلين كده، مين اللي اخرجه، مين اللي اخرجه، مين اللي الفه. ومش بس هي كمان، يعني ده بابا نفس النظام. نشكرها ونشكرك انت كمان يا ميرنا. عبد الرحمن خالد، عارف انت جبت كام نقطه؟ 160 نقطه. 160 نقطه من اجمالي 300 نقطه، يعني جبت سكور تقريبا اكتر من نص سكور المدرسه من ماتشين. كان واضح جدا جدا تفوقك، عشان كده ما ترددتش لحظة في ان انا اطلب منك انك تيجي وتشارك على لقب افضل لاعب. الحمد لله. لازم نحيي كلنا. مش معنى ابدا ان حد خرج من دور الثمانية او من دور الستاشر او من دور حتى الاثنين وتلاتين ان احنا ما ناخدش بالنا، زي ما حصل مع مين؟ محمد يسري. مع محمد يسري بالظبط كده، خرج من دور 32 ولعب على لقب افضل لاعب وكسب البطوله، هي كده فعلا. اتمنى لك كل التوفيق. محمد مصطفى ابن ستيم بني سويف، ازيك يا محمد؟ الحمد لله كويس. احساسك ايه؟ غريب، فخور ومتوتر، اول مره العب لوحدي من غير الفريق بتاعي، شعور غريب يعني. بس انت جايب لوحدك 250 نقطه، يعني برضو عندك ثقه في نفسك وشاطر تمام يعني. الحمد لله. انت النهارده جيت لوحدك. ايوه. ولكن كل الاستوديو بالكامل هيشجعك وانا اوله. نحيي كلنا محمد مصطفى ابن بني سويف. بعدين ما تنساش احنا بلديات، فانت مش لوحدك خالص. محمد ربيع ابن الحوامديه، صح حضرتك؟ عايز اقول لك حاجه، اللي انت عملته الموسم ده يتدرس. الحمد لله. ليه بقى؟ لانك انت جاي من بعيد جدا، بقالك سنتين بتحلم بالحلم ده. الحمد لله.
جبت كم نقطة لحد دلوقتي؟ 325. أعلى سكور في البطولة نحييه كلنا. الوحيد اللي لعب على لقب أفضل لاعب في الموسم العاشر، ولكن الحقيقة مش ده المهم. المهم إن محمد ربيع كان بيحلم بالكاس من سنتين، وكل موسم يدخل ما يتوفقش. أقول مش هنشوف محمد ربيع تاني، ولكن بيرجع تاني أقوى من الموسم اللي قبليه، والسنة دي قدر يوصل بفريقه للمباراة النهائية. الحمد لله، برافو عليك. الحمد لله. فأنت كده كده ضامن كاس. اه سنة، عارف عايز يبقى عنده كاس في البيت، أنا عارف. سماء، ازيك يا سماء؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. إحساسك إيه؟ يعني أول مرة أجي هنا، فمبسوطة قوي وخايفة، فمتوترة شوية. خايفة من إيه؟ أعلى سكور لبنت في البطولة 215 نقطة، نحييها كلنا. سماء عواد، مدرسة بهتين الثانوية بنات، محافظة القليوبية. سماء معاكي مريم زميلتك في الفريق، ومعاكي أخوكي، أخوكي الجميل المستخبي ده. هو لسه صغير بس شكله كده جمهور. صح؟ أيوة فعلا. جاي معاكي، وأكيد أكيد مبسوط وفخور بيكي ان انت بتلعبي مع افضل 8 طلاب في الموسم. يوسف احمد، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. احساسك ايه؟ والله هو انا سعيد ان انا موجود هنا، لان ده كان حلم من زمان جدا قبل ما ادخل الثانوي حتى. طبعا كان نفسي الحلم الاكبر يكتمل، ان احنا كنا بنلعب فاينل مع المدرسه، بس الحمد لله على كل حال يعني، وان شاء الله نقدر نعوض بعد كده. انتوا عملتوا موسم قوي برضو. الحمد لله. فما تزعلش، انت لوحدك جبت 225 نقطة، وده مش سهل. نحيي كلنا يوسف احمد ابن مدرسة ابشواي بالفيوم. مين معاك يا يوسف؟ معايا المستر وصاحبي من التيم. مستعد؟ الحمد لله. لحضرة افضل لاعب؟ ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا التمانية اللي معايا النهاردة. نرجع لماتش النهارده. زي المواسم اللي فاتت هنلعب على لقب افضل لاعب للموسم ال 12 لعباقره المدارس، ونشوف مين هينضم لابطالنا من المواسم اللي فاتت. وكمان عندنا جايزه اخيره، جايزه الاديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي. يلا نبتدي ماتش النهارده، ومعانا الثمان طلاب. نرحب بيهم كلنا من ثمان محافظات مصريه.